السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتكم انفوتيك فان. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتعرف على برنامج جميل يسهل علينا عمل بي ان جي ترانسبارون أو ستيكرز بالنسبة للواتساب، أو كذلك يمكن عمل باك جراوند رائع عن طريق هذا البرنامج الذي اسمه باك جراوند ريزر، ومتوفر عبر أبلي ستور وهو مجاني الاستعمال في بعض الخصائص. هنا مسبقا تم الدخول إلى البرنامج واختيار هذه الصورة لهذه القطة مثلا، ثم نقوم بالضغط على دان. بعدها وبطريقة أوتوماتيكية يتيح لنا كما ترون مسح الأطراف أو المناطق التي لا تهمنا. يمكن الرجوع بالضغط على ريفرس 1 2 كما ترون. سوف نقوم هنا بأخذ الوقت الكافي لمسح ما يجب مسحه من الصورة كما تلاحظون. يجب أنصحكم بالدخول تقريبا أو التقرب بعض الشيء، ليس كثيرا، لأنه بعد ذلك سوف يتمكن برنامج أوتوماتيكي من مسح الشوائب المتعلقة بما هو قريب من الصورة. استسمح بعض الشيء، بس محترفا لما هو صور، لكن يجب التحلي بالصبر لكي تكون الصورة أكثر احترافية. مهم، سوف نمسح جميع الشوائب أو ما ليس لدينا به احتياج كما تلاحظون. يمكن الرجوع إذا تم غلطنا بالضغط على افون كما تلاحظون، أو بانيولي أو كانسل أو ريتيرن باك كما تلاحظون. هنا يمكن تكبير المساحة كما يمكن تصغيرها من هنا مانيوال سايز كما تلاحظون. يمكن تصغيره للذهاب إلى مناطق أكثر خطورة بدقة والتعامل معها كما تلاحظون هكذا. يمكن استعمال هذا البرنامج عن طريق بلو ستيك الذي تكلمنا عنه سابقا في القناة، الذي يخولك عن طريق الماوس استعماله بطريقة أفضل إن شاء الله. كما تلاحظون الصورة تقريبا شبه كاملة أو مكتملة. سوف نقوم ب رؤية أشياء أخرى من أوتو كما تلاحظون، وهو يخفي الألوان المتشابهة تقريبا. يمكن الرجوع عبر ريفيرس كما تلاحظون أو كانسل. كما تلاحظون هنا ماجيك مانيول والذي كنا فيه سابقا، ريبير ارجع الصورة على ما هي عليه سابقا. بعد
مسح جميع تقريبا جميع الشوائب يمكن الضغط على دان تم. والخطوة الأخيرة وهي يمكن تصغير الصورة تكبيرها عن طريق استعمال أصبعين، يمكن تكبيرها كما ترون، يمكن تغيير الباكغراوند، وهذه العلامات بأسفل من 1 إلى 5 هي التي تقوم بعمل احترافي ومسح الشوائب كما قلنا التي لا يمكن مسحها باليد المجردة. بعد ذلك وعند انتهاء من الصورة يمكن عمل سيف، أي تسجيل الصورة. يمكن كما قلنا بعثها ك use as WhatsApp stickers، أو بعثها ك JPEG، أو يمكن عملها ك background خاص بالهاتف. إذا أردنا استعمالها لاحقا يمكن الضغط على finish. هذا كل شيء بالنسبة لبرنامج اسمه Background Eraser المتوفر مجانيا على البلاي ستور، والذي يخول لكم عمل باكجراوندات ترانسبارونس أو خلفيات شفافة لصوركم. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد لقى استحسانكم عفوا وإعجابكم. لا تنسوا الاشتراك بقناتكم أنفوتك فان والضغط على زر لايك وتفعيل الجرس ليصلكم دائما الجديد. شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء في حلقة قادمة.